حياك السورة، سامحك السورة، باش الجمعية بسم الله. ما باقا جبت التمر باش ناخذ في الدار. باش الجمعية بسم الله، ما قرنا خاطر دي وردانا، نوفى بأنه جماعة وردانا الشيتو فراد، كان قال المساهمة ينوح السلطة المحلية، بيتعنا السلطة المحلية تمثل جماعة وردانا قناص جبت قناص القائد، صاصص الإخبار، ليس التفكير. الخميس نهار حد نعم ماذا علي ود نسيبو شغل قليل مطرح حوالي تات كيد بلدية إيفنتي وميتت كيد كيد دي تراب جماعة وردانة وقت كبير شيخ لو قلنا نجلس الحالي اتفق شاركة باش أفراد بلدية طيب وفراد الزبل ديال بلد طيب والزبل حاجة ديال جماعة وردانة باش يترمى هنا. يعني بالنسبه لينا راه ماشي جبنا شي زبل من شي جماعات اخرى من تاريليت ولا من تمسامان ولا من تروكوت ولا من ام الجو، جبناه من جماعه وردانه. وفين غادي نلوحوا؟ نلوحوا في التراب في قلب سميتو جماعه وردانه. الا كان شي تعليمات ولا اوامر ولا شي حاجه كيقولوا لكم الزبل ديال هاد الناس هادو خصو يلوحوا في واحد بلاصه اخرى، حنا ما لقيناش فين نلوحوا دابا. نخرج كنت داخل في الدار عاد مير السوس عرفت حسن باش اش فيها، بغيت نستوى الموسم مازال فراك الزبر هذيك الزبر شي كلشي دوق الزبر حاجه. انا ما عنديش نجاوب لا حيت نقول لك دابا فين غنلوحوا هذا وصافي غير واش انا كنوقف كان يوقف احنا وقفنا فهمت. دابا نتوما وصلت لكم هذه الرساله مرحبا بغيتو ترجعوا مرحبا قولوا لهم راه العساس لقيناه تم وجرى علينا اييه فهمت اييه بغيتو تخويو مرحبا خويو. انا عاوتاني راه كنقول لك بالرجوله راه غادي نمشي عاود راه خواو بزز لا ماشي بزز لا لا ماشي بزز ماشي بالعود لا شوف ماشي بالعود قول لهم شوف احنا دابا في واحد الدوله ديال الديمقراطيه وديال الحضاره وديال التواصل. قول لهم احنا انا درت اللي عليا، قلت لهم الله يرحم الوالدين ديالكم، راه التقني ديال بلديه بنطيب والمسؤولين اللي تيمثلوا بلديه بنطيب قالوا لنا ما تسمحوش لهذه الجمعيه باش يلوحوا الزبل ديالهم هنا. ولكن احنا الا دخلنا ماشي بالسيف ولا نديروا داك الشيء اللي علينا، نديروه وانت وصل المعلومه قول له راه رغم انني درت لهم بلغت لهم هذه المعلومه وهما ما طاعوش ومشاو بهذه الطريقة هذه حميمية ماشي ندبزو ولا نعيطو حنا ما نديروش العقلية الجوهرية نخويو على ما داير عليا ما راه اصلا ما كنعرفش نهضر ما قاري لا لا قاري اشوف واش كدير الخبز كدير الخبز وليداتك ياكلوه انت وليدات تناغرو ميتها واش تشن وخاش تغريد خاص نوي غريك لو نجا داش مكار يلقي بالي في تعرض السيد ديا الشي سيدنا اقصى يستقبل يجمونا الضم قرب قناه المؤتمر حول المناخ في مراكش سيورمار هيم الدامجان ديال المغرب السلطات يعني العمل جن مسؤول حمانية يخسامي كا وتبيس نجي المواد فاش نوض غاخبوز زبر مناثة حاشك كاع هذا الزاك كان غاخمي كيف من تفا افراد يزغد الزخم نجمعي نجمع شي نازل جماعة وردانة على سميري القدوة يعني اكمل المنوال جماعة المغرب شتي خصك تشجع داك الشكا ماشي خمسنش خصك هذا يستقيم واش تحارب واش تكسر قوز مورهم واش تقول اسباب زي اخي كريا الزران اللي كاش بالدر اللي كاش لوم اللي كاش كاين شي حاجه شكمين غاك في النيله تشكاري شطاس بارك الله فيك في التواجد النش توسي دير وقت باش انا خرج الشنكواري تفضل قصا شينيخ ان فارغ على حق السلطات غير قايد اسيني قاع رمخ والسيدين ناخذ يستاذ وزار وين فارغ مشى قال فارغ ثوريا خوا اما انا غزا مي غا نفارغ انا حغزروك ودي غنتفارغني انا غزا مش جو خذ مره مرة تعرف من الدنيا وكان ديو يامو باش ما فارغ القيادة اللي خلي قاس عملنا الوقت فارغ القيادة واش كده الجمعية وقع شخص قدام داخل قدام يا زوحة هادي شتي جديو باش كان ضرورة هادي شتي من هو واخد قدام كاميو يخدم زيت شنطة يوجه يفرض هني مسفهم ذكي سد من عدني خزعت كني ممكن والله والله الذي لا غير من 9 سنين شدي الشارع غزة شوال وسير ما كاش كسو التبع وسير انس خاطر كني وقع الشغال افراد خلص سيس ناس يو اسامشن ناس يو اسامشن وزنو فبهمشن اثار غد بلد جس تاشك منه شوف اش كل شيء باش ما تسمح حتى فارغ هذا خطني خدا مالا لازم نعرف البلد وين هذا الشيء اسمه مش دايم انا نايل
روح شكاش نسكسا لقيت ديال التليفون واخا كشتي نشقط في الناظر حد ايوا ما نفارق مش مره فارقه ذاك ديما اي اش نكتا خصها آه. دور القياده